لسعد وخليل ومرشد ونعمة، لنزيه ونضال والجلال والكمال والجمال، لهشام مد البحر والجزر، للقصيرين أحمد وحسن، وللسيد عباس والشيخ راغب. صلاة الموقف سلاح والمصافحة اعتراف، لخالد العصمة، لخالد العاصمة والرشفة المرة التي تجرع الغزاة، لسناء ولولا وابتسام ويسار وعائدة، أخوات البحر والنهر والشجر والزهر، معهن تغير لون التاريخ بريشة أنثى، فاندلق الفجر من الليل، لحميدة طهر الشام وأزرق الشهداء وأزرق الشهباء، الأزرق من سمائنا وبحورنا وأطراف فراشاتنا، لقنطار الجبل الأشم، للبقاع مستودع الأحلام ومبتدأ المقاومة وخبرها وأبجديتها الأولى، للفحيحاء والشمال وحيث موضع القلب كان ولما يزال الجنوب، للشهداء لأسمائهم التي قد تعد ولا تحصر نعمها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكل المقاومين الذين ما بدلوا تبديلا، لكل اللبنانيين في يوم النصر والتحرير تحية اعتزاز وتقدير لعظيم ما صنعوا من مجد وافتخار للبنان وللإنسانية جمعاء. باسم كل تلك العناوين، ونحن في وداع شهر الصوم، شهر الرحمة والصبر والصمود والاحتساب، للقدس معراج الأنبياء والشهداء وعنوان القيامة والرجاء، لها في هذا اليوم الجمعة يومها العالمي عهد الالتزام والوفاء والصوت والصدى، وأبدا ودائما لموسى الصدر بأن شرف القدس تأبى أن تتحرر إلا على أيدي المؤمنين. وكما كانت كلمة البدء الكلمة، القدس أول التوحيد، هي نداء الأنبياء، وصوت عيسى يتردد الآن في الأرجاء قائلا: بيتي بيت للصلاة جعلتموه مغارة للصوص. فإذا ما قبلت الصلاة قبل ما سواها، وإذا ما ردت رد ما سواها. هي الصراط المستقيم في الدين والدنيا، هي المعيار ومقياس الانتماء الحقيقي للوطن والأمة والإنسانية. إن اختيار آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس هو للتذكير بمظلومية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية جراء العدوانية الإسرائيلية المتمادية ومشاريعها ومخططاتها التهويدية. إن وجه القدس اليوم هو وجه فلسطين، لا بل وجه كل العرب، يصفع مجددا بصفقة القرن التي هي نسخة طبق الأصل لمشروع يهودية الكيان، ووصفة سحرية جهنمية للأخذ بالمنطقة نحو مزيد من التشظي وإعادة إحياء مشاريع التقسيم والفدرلة انطلاقا من بوابة فلسطين، ومن محاولة فرض المساكنة القسرية بين المستويات السياسية الإسرائيلية للخروج بائتلاف حكومي نجيل، ما هو إلا محاولة مكشوفة لتنفيذ بنود صفقة القرن وتمريرها في غفلة من العرب المشغلين، تارة في الاحترام الداخلي فيما بينهم، وتارة أخرى في التزام الحجر السياسي وفقدان القدرة على القيام بردات فعل تليق بما تمثله قضية فلسطين من عناوين جامعة. وانطلاقا مما تقدم وانسجاما مع قيمنا والتزامنا بثوابتنا الوطنية والقومية وبحرفية ما نص عليه الدستور، نؤكد كلبنانيين نصرتنا ودعمنا للشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة لهذه الصفقة المذلة، وفي نضاله لتحقيق أمانه بالعودة إلى أرضه ورفضه للتوطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وصدقوني أن ترسيخ وحدة لبنان وسوريا
والأردن ومصر هي رهن النتائج المتوقفة على مقاومة فلسطين ولبنان وكل العرب لمشروع صفقة القرن. فحذاري من الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان للأسف منادية بالفيدرالية كحل للأزمات التي يعلو تحتها تحت وطأتها لبنان واللبنانيين. فلا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة. وحدتنا قدرنا وسر قوتنا، فنقاوم من أجل وحدة أوطاننا. وبقدر ما نكون مع القدس ثم فلسطين وقضيتها العادلة نكون مع أوطاننا، وبالتالي تقبل حتى أعمالنا في الصبر والصلاة. أيها اللبنانيون، لأنكم تستحقون بجدارة الوطن الذي استعيدت حريته وسيادته وتحررت معظم أراضيه في 25 من أيار 2000، ولأنكم تدينون بالحياة الكريمة التي هي كلمة سر الشهداء وبوحة تضحياتهم، ولأن العدو هو نفسه الذي خرج ذليلا من أرضنا لا زال يتحين الفرص للانقراض على لبنان، ولكي لا يتحول ما حذرنا منه في 7 حزيران عام 2000 في احتفال يوم الطبخ في عكار بعد حوالي أيام قليلة من إجازة حير إلى حقيقة، حين رفعنا الصوت وقلنا إن الحرمان والظلم والإهمال والتقصير وتخلي الدولة عن القيام بواجباتها في الرعاية والحماية قد أوصل العدو إلى قلب العاصمة. فالنصر العظيم الذي تحقق يمكن أن تذهب به لقمة العيش، وإن إمبراطورية الاتحاد السوفيتي أتى بها رغيف وأخذها رغيف. إن الكلام في هذا السياق هو للتذكير والتحذير، لعل الذكرى تنفع للموالاة والمعارضة. واليوم ومن نحو تلك المحطات الثلاث، التحرير ويوم القدس وعيد الفطر، والتي تمثل مجتمعة عنوانا لانتصار القيم وانتصار اللبنانيين جيشا وشعبا ومقاومة في جهادهم الأصغر، أدعو جميع موالاة ومعارضة، حكومة ومجلسا نيابيا، حراكا شعبيا صادقا، وكل القوى السياسية إلى استحضار كل العناوين والقيم التي صنعت النصر والتحرير، لا سيما قيمة التضحية والشجاعة والصدق والثبات والوحدة والانتماء الوطني الأصيل من أجل إنجاز الجهاد الأكبر واستكمال تحرير لبنان من احتلالات توازي بخطرها احتلال العدو الأرضي والإنسان. نعم، لقد آن الأوان للبنانيين وللسياسيين جميعا على مختلف مستويات صنع القرار السياسي وقف المضاربات السياسية، فهي لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام. آن الأوان لوقف حفيات إلقاء التهم يمينا وشمالا وتحميل المسؤوليات في زمن يحتاج فيه الوطن إلى تحمل المسؤوليات. آن الأوان للسياسيين امتلاك شجاعة وجرأة اتخاذ القرار من أجل تحرير لبنان والنظام السياسي والقضائي والإداري من سطوة الاحتلال الطائفي والمذهبي. لا يعقل في وطن امتلك ولا يزال يمتلك شجاعة إلحاق الهزيمة بأعتى قوة عنصرية في المنطقة أن لا يمتلك الجرأة والشجاعة لاتخاذ القرار الوطني والتاريخي في العناوين التالية. أولا، في إعادة إنتاج الحياة السياسية انطلاقا من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يؤمن الشراكة للجميع على قدم المساواة، وذلك ارتكازا على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وإنشاء مجلس شيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدل ومساواة إنفاذ المنصة على اتفاق الطائف تمهيدا لدولة مدنية. ثانيا،
تحرير القضاء وإنجاز استقلاليته من أي تبعية سياسية أو طائفية، وإطلاق صواريخ أو قوانين سراح، وإطلاق سراح القوانين المنجزة والنائمة في أدراج الوزارات والتي لا تحتاج سوى إلى إصدار المراسيم التطبيقية لها وهي بالعشرات، والتي لو طبقت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ثالثا، تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيدرالية والكونفدرالية في تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع ارتكازا إلى قواعد الكفاءة والاختصاص ونظافة الكف عبر إدارة المناقصات دائما في أي مناقصة. رابعا، لا يعقل ولا يجوز أن يبقى الأمن الغذائي والصحي ومصير جانا العمر اللبنانيين وتعبهم في الوطن وبلاد الاغتراب رهينة أو ضحية لسياسة مائية ومصرفية خاطئة، أو رهينة لجشع كبار التجار ووضع شركات احتكارية وفساد عشعش في كل زاوية. وفي هذا الإطار نجدد من موقعنا النيابي والسياسي التأكيد على أن ودائع اللبنانيين في المصائف هي من الأقداس، وصارت الصدى لأي محاولة ترمي للتصرف بها تحت أي عنوان من العناوين، وهي حق لأصحابها ونقطة على السطر. خامسا، في موضوع العلاقة مع الشقيقة سوريا، نؤكد في ذكر التحرير والانتصار بأن سوريا قيادة وجيشا وشعبا كانوا سباقين في دعم المقاومة، كما الجمهورية الإسلامية في إيران ودول عربية عديدة، ورفضها بكل وسائل التمكين والصمود، وإن العلاقة الأخوية مع هذه البلدان والانفتاح عليها تمثل أكثر من حاجة ضرورية. سادسا وأخيرا، المطلوب من الحكومة ومن كافة الوزراء مغادرة محطة انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة، والانطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة الوطن. أن الأوان للحكومة أن تنطلق بعمل ميداني بعيدا عن الخطط والبرامج الورقية. المطلوب أعمال أكثر من الأقوال. قالها الإمام الصدر يوما: اعدلوا قبل أن تبحثوا عن وطنكم في مقابر التاريخ. فلم نسمع آنذاك، أنسمع اليوم؟ وهل تسمع الجرة صرخة عطشان؟ أعاده الله عليكم وعلى لبنان بتبدل بالنفوس وبالنصوص عشتم وعاش لبنان.